مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ طمنوني عنكم إن شاء الله تمام. اليوم رجعنا لكم مفيد وجديد وإن شاء الله ينال إعجابكم. طبعا إن شاء الله على هاي القناة راح تكون سلسلة من الشروحات واللي تخدمكم واللي راح تستفيدوا منها بالأيام القادمة. طبعا بالبداية بدي أحكي لكم عن موضوع بالأيام الماضية كتب أحد المسؤولين على موقع تويتر، طبعا شركة ميني كليب، أنه راح يتم التعامل مع الحسابات الميني كليب الوهمية بشكل حاسم في التحديثات القادمة. يعني اليوم إذا عندك أنت حساب ميني كليب وهمي لازم تربطه بجيميل وتطير الميني كليب الوهمي ويصير جيميل نظامي حتى ما يصفروا لك إياه بالأيام القادمة. تمام أصدقائي، اليوم إن شاء الله راح نبدأ معكم بالدرس الأول، كيف تنشأ حساب ميني كليب، كيف تنشأه من بدايته من الجيميل حتى تحوله ميني كليب. تمام أصدقائي، خليكم معي وطريقة كيف تكتب الاسم، خليكم مع الفيديو وإن شاء الله الكل يتابعنا. بالبداية أصدقائي أهم شيء عندك الاسم الأول، تمام؟ الاسم الأول تكتب الاسم اللي أنت بدك إياه، الاسم اللي أنت بدك إياه تكتبه بالاسم الأول. الاسم الثاني ما بيهم تحط نقطة بتحط حرف ما بيهم، تمام أصدقائي؟ وتكمل بعدها الجيميل كامل إعداداته. هذا موضوع الاسم وكيف تنشئ حساب الجيميل حتى ما تضطر تغير الاسم مرة ثانية، لأنه بالفيديوهات القادمة إن شاء الله راح أشرح لكم طريقة تغير الجيميل وكيف بدك تغير الجيميل، وفي بعض جيميلات ما بتقدر تغيرها. أوكي أصدقائي، هاي خلصنا من موضوع الاسم وكيف تكتب الاسم، وهلأ تبين باللعبة عندي كيف الاسم موجود. تمام، هلأ بنضغط على جوجل بلاي بعد ما انشأنا حساب الجيميل، تمام، حتى نختار الحساب اللي أخذناه. اوكي، هلا بنضغط على الجيميل بنختار الحساب اللي انشأناه. خليكم معي اصدقائي، طبعا هاي الطريقة في ناس بتعرفها وفي ناس ما بتعرفها، وبالايام القادمة راح تضطرون ترجعون على نفس هاي الطريقة اصدقائي، لانه كل شيء حسابات ميني كليب وهمية راح تطيرها الشركة. تنطي سماح، تنطي إنشاء موافق بالكامل، تنطي السماحات حتى يدخل الحساب نظامي. أوكي، في بعض فيديوهات نزلت تقول لك لحق حالك وجهز حسابات وحطها. أصدقائي من وقفت هنا الشركة، الشركة من وقفت حسابات الجيميل الوهمية، يعني أنا كنت من قبل متأكد أنه راح يلغونهن بالكامل يعني، فخلص انسوا موضوع حسابات الجيميل الوهمية، لازم يكون عندك جيميل نظامي. تمام، هلأ دخلنا على اللعبة نظامي، سجلنا دخولنا بالحساب جيميل، هلأ عندنا حساب جيميل نظامي. بالبداية بده يدخل معك حتى يسجل باللعبة، تلعب أول جيم، طبعا احنا ما راح نلعب لا أول جيم ولا ثاني جيم حتى ما يطول عليكم الفيديو. هلأ بننسحب مباشرة، هلا صار عندنا حساب جيميل نظامي. طبعا لازم نربطه من كليب افضل، لانه الجيميل ما بيخدمنا بكل الاوقات، احيانا بدنا نفوت على موقع الشركة ما بيدخل الجيميل، لازم يكون من كليب. تمام، هلا صار عندنا حساب جيميل، ربطه موضوع سهل جدا، بنضغط على من كليب، نسيان كلمة السر، بتضغط على هالمكان هذا صديقي. اوكي، بتطلع عندك هاي القائمة، بتحط الجيميل اللي انت انشأته، بتسجل الجيميل فقط بدون أي كلمة سر، بس سجل الجيميل وتعطيها موافق. تمام أصدقائي، موضوع سهل جدا أصدقائي، إن شاء الله إن شاء الله الفيديو القادم راح أنزل لكم طريقة إذا كان حسابك الجيميل إيميل شكل والحساب الميني كليب بيختلفوا عن بعض، إن شاء الله بدمج لكم ياهن بطريقة كمان سهلة جدا. اوكي، هلا بنسجل الجيميل اللي انشأناه. طبعا حتى اذا كان عندك انت جيميل قديم ورابطه بلعبتك نفس الاشي صديقي، نفس الاشي بتحوله ميني كليب. طبعا افضل اشي تدخل على اللعبة عن طريق الميني كليب افضل اشي، تعطيها موافق. تمام، اوكي،
هلأ بتروح مباشرة على الجيميل اللي أنت أنشأت وتروح عليه مباشرة حتى يجيك رسالة من كليب. تمام، هذا إجينا على الجيميل، تعطي تحديث، نزلت عندنا، شايفين هذه هي، بنضغط عليها حتى تفتح، هاي هي بتضغط على الباسورد، بس بتضغط عليها، بنختار جوجل كروم، طبعا أفضل شيء جوجل كروم بالنسبة لكل الشروحات. تمام، بنعبي الحقل الأول والحقل الثاني، نحط الباسورد اللي أنت بدك إياه، يعني الرقم السري اللي أنت بدك إياه. أوكي، هلأ عبينا، بتنطين موافق، شايفين تم الموافقة. خلص، هلأ بنروح مباشرة على اللعبة ونسجل دخولنا بحساب ميني كليب بنفس الجيميل. أوكي أصدقائي، موضوع سهل جدا أصدقائي. هيك أنت يصير عندك حساب. هلأ بندخل بنسجل الإيميل والباسبورد، الإيميل نفسه الجيميل نفسه أصدقائي، يعني تتوحد كليات. الفيديو القادم راح أعلمكم الطريقة كيف توحد كل حساباتك. هلأ بنسجل الجيميل ونسجل الباسبورد، ندخل نظامي ميني كليب. هلأ يصير عندنا حساب ميني كليب، يعني بتقدر تشحن حسابك، بتقدر تعطيه لأي شخص يلعب لك فيه. وبنفس الوقت أصدقائي، إذا عطيت حسابك لأي شخص وما رجع لك إياه، فقط بتعطيه نسيان كلمة السر، تدخل عن طريق الجيميل بتعطيه نسيان كلمة السر، بترجع تجيك رسالة من جديد على الجيميل بتغير كلمة السر، هو ما عاد يقدر يدخل على حسابك. أوكي أصدقائي، هذا موضوع مهم جدا تحافظون بيه على حساباتكم. هلأ دخلنا، صار حسابنا ميني كليب، هلأ صار جيميل نفسه جيميل وميني كليب بنفس الإيميل. يفضل كلمة السر أصدقائي لا تحطونها نفس الجيميل، خلي حساب الميني كليب يختلف عن الجيميل كلمة السر. أوكي شايفين، هلأ صار عندنا ميني كليب حسابنا. هذا موضوعنا اليوم أصدقائي، بتمنى الشرح إعجبكم، وانتظرونا بالفيديو القادم إن شاء الله، راح تكون سلسلة من الشروحات حتى الكل تستفيد من هاي الموضوع. طبعا هذا الشرح اليوم، في منكم بيعرف القصة وفي منكم ما بيعرف، لكن بالأيام القادمة راح تضطر الكل يشتغلون نفس هذا العمل. وربي يسعدكم، والسلام عليكم.